وهلأ وصلنا لضيف فقرة ستارز، هو نجم الشباب الفنان المحبوب جوزيف عطية، واللي عم يواصل طرح أغنيات ألبومه الجديد بشكل منفرد، وأطلق 4 أغنيات مؤخرا. خلينا نشوف مقاطع من آخر أغنياته أكيد، وبعدها ينضم لنا النجم جوزيف عطية. نزعل إذا شي حدا قال عنا كلمة ما بتعجبنا، ما منتقبل إلا الأشياء اللي بتناسبنا، ونغفر غلط عملنا نحن وما مننطر حدا تيسامحنا، ما منقبل أو نتحمل مين يعاتبنا. حبيت يخرب بيتك وما كنت متوقع، الخبز وملح معهن جرح يخليك تتوجع. بنضم لنا مباشرة من بيروت الفنان جوزيف عطية. أهلا وسهلا جوزيف. صباح الخير. صباح الخير، كيفكن؟ صبح الورد، مبروك أجل. الأربع أغاني الجديدة، يعني ما شاء الله ما عم نلحق لك جوزيف، كل أسبوع أسبوعين غنية جديدة. صح، يعني أول شيء بدي أقول صباح الخير لكل عم يحضرونا. صباح الورد. وسوري أنا بعدني واعي. يسعد صباحك. مو مبين الالبوم. الالبوم عم ننزل الاغاني هيك لانه البوم، وشوي تغيرت الاستراتيجي عن قبل، يعني من زمان كان ينزل الالبوم كله مره واحده، هلا كل فتره عم ننزل اغنيه، كرمال هيك عم بيكونوا الاغاني ورا بعض. يعني هي استراتيجيه انت عم تعملها انه كل فتره كل اسبوعين ثلاثه، لانه عم نشوف كذا هلا مغني عم بينزلوا مثلا كل اسبوع او كل شهر حتى اغنيه، انت شو عم تعمل خطه تسويقيه للالبوم؟ أنا أغاني الألبوم يعني أخذها بالنص إذا بدك، مش كتير عم بياخد وقت بين الأغنية والتانية بالأشهر ولا وراء بعض، يعني بطريقة إنه ما تاخد حق الأغنية. فلقينا أفضل استراتيجي هي إنه كل أسبوع أسبوعين تقريباً بينزل الأغنية. نعم جوزيف، أيضاً راح تكون متواجد إن شاء الله في دبي قريباً، وبيكون عندك أكثر من حفل منهم حفلات إكسبو، خبرنا عن التجهيزات لهذا الحضور إن شاء الله. ان شاء الله اكسبو ستريت ميوزك راح كون فيه انا بساتردي 26 فبراير. نعم، ويعني الاكسبو ما في داعي نخبر عنه، عم نشوف كلنا على السوشيال ميديا والناس والوجود كيف عم بيكون حلو، والمسرح قد ايه ضخم، المسارح كلها قد ايه حلوه. اي كانت ويت صراحه، هيدي واحده من الحفلات راح تكون حلوه ان شاء الله. على سيرة تشوفكم ب 26 اكيد حنشوفك وحنكون حاضرين جوزيف. على سيرة السوشيال ميديا، ما شاء الله يعني اغنيتك الجديدة صارت على التيك توك والانستغرام وحديث الناس، كمان اغنية حبيتها اغنية من جد قريبة للناس زي ما يقولوا ببساطة كلماتها، قول لنا عنها شوية جوزيف. لكن في اغاني بتكون مثل ما قلتي يعني بساطة الكلمة، فينا نقول سهل الممتنع، يعني بتكون الكلمة كثير بسيطة كثير قريبة بتنحكى بتنقال بيومياتنا، كرمال هيك الناس بتحسها شوي هيك قريبة لألا لمشاعرها. صحيح، حبيتها من هالنوع الأغاني يلي كلامها كتير بسيط وقريب وبينحكى، يعني فكرمال هيك صار هالتفاعل الحلو مع الأغنية. وفي بدي أقول لك كمان نفس الإطار نحكم على الناس شوي شعرية أكثر، يعني كل أغنية إلى الامتياز تبعها وإلى هيك الستايل تبعها. أغنية بنحكم مع الناس اللي حكيت عنها هلأ هي كمان من ألبوم جديد، صارت ترند من أول طرحة، وهي الغنية فيها رسائل اجتماعية صراحة. هاي الغنية خليني أقول لك أنه من أكثر الأغاني اللي حبيتها بالألبوم الجديد. شو سر تحقيقة لهيدا النجاح، وقدم مهم كمان الفنان يكون عم يوجه رسالة بالأغاني اللي عم بنزلها مش بس حب وغرام؟ صحيح، بنحكم على الناس بس نقول الفن رسالة، بنعني بهالأغاني، يعني بنكون بمطرح معين الأغنية بتأثر بالناس وبتغير شوي أفكار. أنا شخصياً من الناس اللي بس سمعت بنحكم على الناس حسيتها مسج لإلي، لأنه نحن ويتنتو إنه نحكم على الناس من دون ما نعرف، لأنه كل واحد عنده أفكار وكل واحد عنده رؤيته وكل واحد عنده طريقته بالعيش، بس يشوف حدا مختلف عنه شوي بحكم بقلبه يحكم عليه. صحيح، يحكم عليه او بيشوفه غلط. صحيح جوزيف، هذا الشيء اخذته درس لإلي. انا الاغنيه صورتها على طريقه الفيديو كليب ببروكسل، شفنا هلا مقاطع منها. ظهرت فيه عندك مواهب تمثيليه، ما بتفكر تدخل مجال التمثيل؟
أنا من زمان بقول إني بحب التمثيل، والتمثيل شغلي واحدة من المواهب يلي بحب يوما ما أعملها. بعد ما أجت الفرصة إن شاء الله إذا بلاقي الوقت المناسب، يعني كل ما أجي أفكر بالتمثيل بيجيني شغل تاني بالغناء، مثل هلأ الألبوم مثلا. إن شاء الله إن شاء الله بمستقبل هيك إذا لقينا الدور المناسب والوقت المناسب أكيد شغلي بحبه أكيد. نعم. قاعد جوزيف تغني للحب، وأطلقت أغنية في يوم نعم. الحب عنوان ملكي وبس. فين الحب في حياة جوزيف؟ وهلا حنشوف كده إن شاء الله ارتباط قريب. من بداية السؤال عرفت إنه رايح على أمريكا. يعني. لازم نعرف. فين الحب؟ يعني أنا على طول بقول إنه حياتي بما يخص الحب دائما بقول إنه بعلن عنه وقت يكون في هيك خطوة جدية كبيرة، يعني يكون في خطبة أو زواج أو آخره. اليوم ما في هالشيء، بس إن شاء الله يعني أنا حدا جاهز دائما إنه أكون عم ببني عائلة وهيك، ف منخبركم بس اخطب او بس اتجوز. الله يرزقك بالمره اللي تديك اللي تبغاه، خلينا كذا نقول اللي انت تبغاه. حبيب قلبي ثانك يو، شكرا. ان شاء الله. طيب جوزيف، سمعنا ايضا اخبار انه في خطه لانك تغني بلهجات، باللهجه المغربيه الخليجيه، خبرنا يعني هذا المشروع حقيقي وين وصلت فيه؟ ليك انا كان عندي تجارب بحياتي الفنيه طبيعي، مثل في لهجه بيضاء مثل ويلك هلا بالالبوم في ارحمني، يعني في تنوع بمسيرتي باللهجات. اليوم عم نركز شوي انه نغني اغنيه مغربيه ان شاء الله، الاغنيه الخليجيه هو كلهم ان شاء الله رح يكونوا بعد الالبوم، يعني اول ستيب هي اغنيه عراقيه وأغنية مغربية إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. جوزيف، هل حيكون في عندك شكرا. مشاركة بتترات الموسم الرمضاني اللي جاية من بعد مشاركة بتتر مسلسل الساحر، وكمان غنيت له بتتر مسلسل الحلوة والمرة؟ كمان تجربتي بالتترات كانت حلوة وناجحة الحمد لله، والأغاني نجحت. هالسنة ما صار نصيب إنه نكون برمضان لأنه في الألبوم، يعني أنا عندي أغاني رح تصدر هلأ كمان هالأسبوع وخلال رمضان، يعني بكون الألبوم بعد مش خالص، فكرمل هيك لما يفوتوا ببعض الأغاني لقينا أنه منخلص الألبوم أحسن من نعمل أكثر من ستيب مع بعض. نعم. جوزيف، أنت يعني ذكرت في بداية طلتك الجميلة معانا أنك توك صاحي من النوم، هل هذا يساعدك؟ هلا بعدني. طيب هل تقدر تسمعنا صوتك ولا الصوت لما تصحى من النوم كيف؟ يلا هات نشوف. دائما صوته حلو. يلا. حبيته يخرب بيته وما كنت متوقع، خبز وملح معهم جرح خليك تتوجع، حبيته يخرب بيته ويا ريتك بتسمع، شو احكي لك وانصح لك لا قلبه ما ترجع. منيح صباح والله منيح. لا منيح، وهذا بالمايك التليفون. ما شاء الله عليك يا جوزيف، ما شاء الله عليك. ثانك يو. بدنا نشكرك كثير على حضورك معنا اليوم، وبالتوفيق بكل اعمالك الجديده، وناطرين مثل هيدي الاغاني الاربعه اللي نزلوا كسروا الدنيا انه كمان يكون في اعمال ثانيه وجديده، واكيد نشوفك في اكسبو. شكرا لكم. اكيد انا بشكركم كثير وبشوفكم ان شاء الله. ثانك يو. شكرا لك جزيلا.